صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. النهاردة معانا قصة جميلة جدا جدا وحقيقية ومؤثرة جدا جدا. شاب كان عارف يوم وفاته إزاي. القصة دي فعلا حقيقية، والأنبا رفائيل قالها في عظة من عظاته. كان في ولد صغير، والولد ده اتوفى يوم 1/7/2005، اسمه برنابا، وأبوه كان كاهن اسمه أبونا رفائيل. كان الولد ده في ثانوية عامة. الولد ده كان عارف يوم نياحته قبليها بسنة. كان بيعمل حاجات غريبة جدا جدا وعجيبة. أول حاجة، من وقت ما دخل ثانوية عامة وهو كان بيتألق من سنة لسنة لحد سنة تالتة. في يناير في أول السنة لما جابوا النتيجة عشان يعلقوها في البيت، قال لأمه بلاش تعلقوها دلوقتي، خلوها لحد يوم 30/6. قالت الست، حكت لجوزها أبونا، فهمت إنه عشان امتحانات الثانوية العامة. المهم في يوم عيد ميلاده في مارس، أبوه الكاهن قال له عاوزين نعمل لك حفلة كبيرة يا ابني. قال له لا يا بابا، بعد ما خلص الامتحانات. ده الأنبا متاقوس هيجي وهيعمل لي حفلة كبيرة قوي، وهتبقى أعظم حفلة في الإسكندرية. وفعلا الكلام ده حصل، والأنبا متاقوس هو اللي صلى عليه، و130 أب كاهن في إسكندرية كان كلها مقلوبة. الولد ده ما قالش بعد ما أنجح، ولا قال أي حاجة تانية غير قال بعد ما خلص امتحاناتي هيجي الأنبا متاقوس يعمل لي حفلة كبيرة قوي. المهم قال الكلام ده لابونا، قال له تحب اجيب لك ايه هديه في عيد ميلادك؟ قال له لا يا بابا، انا هديتي انك تعمل لي قنديل في اوضتي، واهم حاجه تكتر البخور. وفعلا ابونا ابوه عمل له قنديل حلو في اوضته، حضروا اخوه وامه. المهم اخر يوم في الامتحانات، خلصوا الامتحانات ونزل مع زمايله يتفسحوا، وراحوا كارفور اشتروا حاجات. وفي آخر اليوم أو آخر الجولة، أصحابه قالوا له يلا تعالى نخش السيما، هو رفض. أصحابه زعلوا منه جامد قوي، قالوا له أنت بتغلس علينا، أنت مش عارف إيه، أنت شايف نفسك؟ قال لهم، قالوا له خلاص إحنا هنعمل خروجات طول الصيف ومش هناخدك معانا. قال لهم أنا مش هاجي معاكم، وروح البيت وهو ضميره مأنبه جامد قوي، وكان زعلان جدا جدا إن زمايله كانوا زعلانين. راح سأل أبونا اللي هو أبوه، وقال له يا أبونا، هو أنا اللي عملته ده غلط؟ قال له لا يا ابني، أنت عملت الحاجة الصح، إنك ما دخلتش معاهم السيما. قال له بس هم زعلوا. أبونا قال له طيب خلاص يا ابني، اتصل بالتليفون وصالحهم. المهم قال له اتصل بكل واحد وصالحهم. قال له لا، أنا هروح أصالحهم بنفسي وهفوت على واحد واحد. وفعلا عد على كل واحد واحد وكأنه كان بيودعهم، لانه تاني يوم على طول اتنيح. وبعدين دخل الكنيسه يصلي مع زمايله، وقالوا ان في اليوم ده امبارح كان بيقول معانا صلاه الغروب، وهو اللي كان عليه القطعه بتاعت عند خروج نفسي من جسدي احضري عندي. بيقولوا قالها بطريقه عجيبه جدا جدا، خلتنا كلنا اهتزينا، معرفناش ليه هو كان بيقولها كده. روح البيت، ابوه قال له، والده بيقول ان الانبا رفائيل قال له انا لقيت وشه منور بطريقه غير عاديه. فوالده بيقول له يا واد انت حلوت كده ليه؟ قال له لسه، انت لسه ياما هتشوف. المهم قال ان هو خد الكلام بهزار، على ان الولد يعني مبسوط انه خلص امتحانات، وان كلمه ياما هتشوف دي كانت كلمه هزار. وبعدين قال له بابا خدني بحضنك لمده 5 دقايق. وفعلا ابوه استغرب جدا جدا من طلبه ده، لان كان ده اول مره يطلب الطلب ده. المهم ابوه خده بحضنه، وبعدين راح لامه قال لها يا ماما خدوني بحضنك يا ماما. هو كان تخين شويه، ما عرفتش تاخده بحضنها. قالت له يا واد انت كبرت عليا. قال لها خلاص معلش، انا هدور على حضن اكبر من حضنك. برضه خدوا الكلام ده على انه هزار. المهم في الشهر الاخير قبل ما يتنيح، اتفاجئوا انه بيعمل حركة غريبة. كان بيقعد يمسك الصليب ويروح لاخوه الكبير ويقول له تعالى اباركك،
ويروح لأمه يقول لها تعالي أباركك. المهم إيه، ويمسك وكان تقول له يا ابني إيدك تقيل عليا، يقول لها يا ماما بس استحمليني لحد 30/6، بعد كده مش هحط إيدي عليك تاني خالص. برضه هما فاهمين إن كل ده عشان الامتحانات. لحد في ليلة ما تنيح قعد مع أخوه في أوضته للساعة 1:30 بالليل، كانوا بيقعدوا يدردشوا مع بعض. فقال لأخوه سيبني بقى شوية علشان أنا مش فاضي. قال له ليه؟ أنا مش عاوز أنام، خليني قاعد معاك شوية. قال له لأ سيبني شوية عشان أنا عندي حاجة مهمة لازم أعملها. قال له يعني وراك إيه؟ وأنت هتصلي؟ قال له آه. أخوه قال له طيب هسيبك نص ساعة وارجع لك تاني. قال له لأ ما تجيش. قال له روح أوضتك يلا ونام فيها. قال له ليه؟ عندي حاجة مهمة خالص. قال له حاجة أهم من الصلاة؟ قال له أيوة. قال له أخوه كده فعلا أيوة أنا عندي حاجة أهم من الصلاة. قال له عندي حاجة أهم، سيبني بقى دلوقتي. المهم خرج وقفل على نفسه الباب. وبعد كده الساعة 4 الفجر صحي أبونا عشان يصلي، فعدى من قدامه الأوضة بتاعته وشاف النور منور. المهم أبونا فتح الباب ونادى عليه قال له يا برنابة أنت لسه صاحي؟ برنابة ما ردش عليه. خبط أبونا ودخل لقاه قاعد على السرير لكن رجليه مدلدلة على الأرض، وكان نايم على ظهره على السرير، والإنجيل كان على صدره والنظارة في عينيه. أبوه قال له يا واد ده في حد ينام بالطريقة دي؟ دي أنت يا واد اصحى. مد وسحب الإنجيل من إيده وحطه على الكومودينو وقعد يهز فيه لقاه مش بيتحرك، يهز فيه لقاه مش بيتحرك. عرف ان هو تنيح واسلم الروح. عملوا الجنازة ورجعوا البيت. اخوه فضل يدور في اوراقه لحد ما لقى اجندة مكتوب عليها ممنوع حد يطلع عليها. ابونا سكت لا ما يسكتش، يسكت ما يسكتش. راح متصل بقداسة البابا وقال له حللني يا سيدني، ينفع افتح الاجندة بتاعت ابني اللي تنيح؟ قداسة البابا قال له طالما هو تنيح يبقى ينفع، افتحوها. ولما فتحوها وجدوه كاتب فيها تاريخ يوم نياحته، وكان كاتب فيها يا رب يسوع المسيح ما تخلينيش اخاف من اللحظة دي، ويا ست يا عذراء لازم تكوني جاية وجايبة معاكي قديسين كتير وملايكة كتير عشان وانا خارج اكون في حضنهم وحاجات تانية كتير. وكمان آخر يوم في امتحاناته طلع كل الفلوس اللي كانت معاه واداها لأبونا الكاهن اللي هو أبوه، وقال له خد الفلوس دي ووزعها على الأديرة. أخوه قال له طيب يا ابني ما تستنى لما النتيجة تظهر، وأنت إيه في النجر؟ قال له لا ما خلاص النتيجة ظهرت وأنا نجحت وجبت 205 من 205. مش ده نموذج للطهارة والقداسة متاحة في هذا الجيل؟ من أقوال الأنبا موسى الأسود من يستهين بحقه في الجسد يخجل في صلاته. شفعته تكون معانا هذا القديس برنابا العظيم أمين، ويا رب تكونوا دايما في مثل هذا الشخص العظيم وكلنا نكون في مثل هذا الشخص الجميل. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم أمين. مع قناتكم قناة الملكة والأمين.